هاتي راس نقوم بالتمييز بين التصنيع فابريكاسيون والعمل اكسيون وبين الشغل تراباي وصنع اوفر والفعل اجير. البداية بكانت سوف نميز الفن عن الطبيعة حيث أن الفعل يتميز يعني عن العمل أو التنفيذ بشكل عام، كما أن إنتاج الفن أو نتائجه التي تعتبر أعمالا ستكون متميزة عن منتجات الطبيعة التي تعتبر كآثار. بكل صدق يجب أن نسمي الفن فقط للإنتاج الذي ينطوي على الحرية، أي الإرادة الحرة التي يكون العقل مبدأ لأفعالها، لأنه على الرغم من أننا نحب أن نصف منتج النحل بأنه عمل فني، إلا أن هذا لا يتم إلا عن طريق القياس مع الفن، وبمجرد أن نفهم حقيقة أن عمل النحل لا يقوم على أي تفكير عقلاني خاص به، نتفق على الفور على أنه نتاج طبيعته أي الغريزة، ولا ينسب إلا لخالقها الفن. عندما نجد أثناء الحفر في مستنقع كما يحدث أحيانا قطعة من الخشب المنحوت، سنقول إنها ليست نتاجا للطبيعة بل هي نتاج الفن، كما كان السبب الفعال يعني السبب الفعال هو الذي يحدث أثرا في الواقع، هذا هو السبب الفعال. كان السبب الفعال مصحوبا بفكرة الهدف الذي يدين له شيء بشكله. ومن ناحية أخرى سنرى أيضا الفن في كل شيء تم تشكيله، بحيث يكون التمثيل قد سبق الواقع في سببه حتى في عمل النحل، دون أن يكون السبب قادرا على التفكير في النتيجة. ولكن عندما نضيف شيئا ما بأنه عمل فني بشكل مطلق لتمييزه عن التأثير الذي تنتجه الطبيعة، فإننا نعني بذلك دائما عملا بشريا. سوف نميز الفن عن الطبيعة حيث أن الفعل تميز عن الصنع أو التنفيذ بشكل عام، كما أن إنتاج الفن أو نتائجه التي تعتبر أعمالا ستكون متميزة عن منتج الطبيعة التي تعتبر كآثار. بكل صدق يجب أن نسمي الفن فقط الإنتاج الذي ينطوي على الحرية، أي الإرادة الحرة التي يكون العقل المبدأ لأفعاله، لأنه على الرغم من أننا نحب أن نضيف منتج النحل بأنه عمل فني، إلا أن هذا لا يتم إلا عن طريق القياس مع الفن. وبمجرد أن نفهم حقيقة أن عمل النحل لا يقوم على أي تفكير عقلاني خاص به، نتفق على الفور على أنه نتيجة طبيعته الغريزية ولا ينسب إلى خالقه الفن. يعني عندما نجد أثار الحفر في المستنقع كما يحدث أحيانا قطعة من الخشب المنحوت، سنقول إنها ليست نتاج للطبيعة بل هي نتاج للفن. كان السبب الفعال مصحوب بفكرة الهدف الذي يدين له شيء بشكله. ومن ناحية أخرى سنرى أيضا الفن في كل شيء تم تشكيله، بحيث يكون التمثيل قد سبق الواقع في سببه حتى في النحل، دون أن يكون السبب قادرا على التفكير في النتيجة. ولكن عندما نصف شيئا بما أنه عمل فني بشكل مطلق لتمييز عن التأثير الذي تنتجه الطبيعة، فإننا نعني بذلك دائما عملا بشريا. هذا الكلام نجده في كتاب كانت، مانويل كانت، فيلسوف الأنوار، نقد ملكة الحكم، الذي ألفه سنة 1790 في الفقرة مقتبسة 43 في المعنونة الفن بشكل عام. ماذا يعني كانت؟ سننتقل بعد ذلك إلى حنا آرنت، التي في كتابها في أزمة الثقافة ذكرت مفهوم التاريخ، والتي ستميز بين الشغل والصنع والفعل. يتميز التصنيع عن الفعل بأن لديه بداية محددة ونهاية محددة ويمكن تحديدها مقدما، تقول حنا آرنت، فهو ينتهي عند اكتمال منتجه الذي لا يدوم لفترة أطول من نشاط التصنيع، حسب لديه بالتالي نوع من الحياة لنشاطه التصنيعي. أما العمل الخاص على العكس من ذلك، كما كان اليونانيون أول من أدرك فهو في حد ذاته عابر تماما، فهو لا يترك أبدا منتجا نهائيا وراءه. الصنع غير قادر تماما على المعرفة، الصانع غير قادر تماما، الحرفي يعني الصانع غير قادر تماما عن المعرفة، فهو يعني أو التحكم مسبقا في فرض اتجاه معين على الأشياء، وحتى ذلك لا يمكن التأكد أبدا من عدم وجود أي من هذه الخصائص في التصنيع ذو ديمومة دائمة وصلبها إلى الحد الذي يتم فيه دمج المنتج النهائي للتصنيع في العالم البشري، حيث لا يمكن
التنبؤ بشكل كامل باستخدام النهائي وتاريخه، فإن التصنيع يؤدي أيضا إلى عملية لا يمكن التنبؤ بنتائجها بالكامل، وبالتالي فهي تفلت من إرادة يعني صانعها أو فاعليها. هذا يعني فقط أن الإنسان لم يكن أبدا إنسانا صانعا حصريا، أنه حتى المصنع يبقى في نفس الوقت كائنا نشطا يثير العمليات أينما ذهب وأينما كان ما يفعله. إذن هنا تمييز عند حنا آل بين الشغل والصنع والفعل، وحديث عن لعنة الشغل، الحداثة تخلط بين الشغل والصنع والفعل. تقوم حنا آل بدراسة نسبية نقدية لهذه الأنماط من الوجود البشري، وبينما يربطنا الشغل بإشباع الحاجات، فإن القيام بالصنع يجعلنا ننتج أشياء مفيدة. أن الفعل بمفردنا يوصلنا إلى العالم من خلال السماح لنا بممارسة حريتنا ككائنات ناطقة ومبتدئة، مبتدئة شيء ما له معنى في بالنسبة إلينا وبالنسبة للآخرين وبالنسبة للعمل الذي نوجد فيه. وفقا لحنا آرنت، فإن الفعل هو النشاط الإنساني الذي يحتاج إلى الكلام أكثر من غيره. إن الفعل لا يأخذ معنى إلا من خلال الكلام الذي يحدد فيه الفاعل نفسه كفاعل، معلنا ما يفعله وما فعله وما يريد أن يفعله في علاقة بالزمنية، زمنية الحاضر وزمنية الماضي وزمنية المستقبل. إذن هذه مداخلتنا حول التمييز بين التصنيع ويعني الفعل، التصنيع والعمل، وبين الشغل والصنع والفعل. أرجو أن تكون هذه المداخلة قد نالت ذلك. إلى اللقاء.